بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل لوجو شفاف، شعار كده للقناة أو للفيديو أو لأي شيء، يعني شعار كده نص أو صورة شفاف على سطح الفيديو في ركن الفيديو، زي الشعار بتاع القنوات الفضائية اللي بنشوفه في التلفزيون كده، بس يكون شفاف. احنا في الفيديو السابق عملنا الشعار ده او عملنا الفكرة دي واضفنا اللوجو على السطح في ركن الفيديو كده، ولكن ما كانش شفاف. فالنهارده هنضيف له يعني درجة من الشفافية نتحكم فيها، بحيث ان الفيديو يكون شغال في يعني اللوجو في الامام والفيديو خلفه وشايفين اللي تحت اللوجو ده، تمام، بدرجة شفافية معينة. تعال نروح طبعا كل الكلام ده في الفي اس دي سي فيديو اديتور، التطبيق الرائع الخاص بمونتاج الفيديو. نيو بروجكت، بلانك، فينيش، دي منطقة العمل بتاعتي. هضيف الفيديو بالسحب والافلات كده عادي بسيط خالص. امسك الفيديو وبعدين حركه واتركه في منطقة العمل. يتم إضافة الفيديو. ده الفيديو اللي معانا، عاوزين نضيف اللوجو عليه كده على سطح الفيديو برضو من نفس الطريقة. هنضيف الكلمة دي، كلمة إبراهيم دي مثلا، نعتبر إن هي دي اللوجو بتاعنا، ماشي، اللي عاوزين يكون على سطح الفيديو ويكون طيب. عاوزين نزيل الكروما اللون الأخضر ده، وأنا محدد الصورة. طبعا الصورة هنا أخذت التايم لاين كله على الفيديو كله، أيوة أنا عاوزها على الفيديو كله، تمام. لو عاوزها في منطقة معينة بتحركها من هنا، من هنا عادي خالص، مفيش أي مشكلة. بس الفكرة هنا كلها إن لازم يكون عندي الصورة هي في الأعلى والفيديو في الأسفل. الصورة في الأعلى والفيديو في الأسفل، يعني لو الصورة هي اللي تحت كده حركناها من هنا من السهم ده لتحت كده، الفيديو هو اللي في الأعلى والصورة تحته، فمش هتبان الصورة أصلا، ماشي. فلازم يكون الصورة هي اللي في الأعلى. أحدد الصورة وبعد كده أروح على فيديو افكتس عشان أزيل اللون الأخضر ده وترانس ترانسبيرنسي، وفي هنا باك جراوند ريموفر اللي هو إزالة الخلفية لكل الشريحة كلها، تمام. الفكرة كلها في القطارة دي، ماشي. أضغط عليها مرة واحدة وأروح أختار، طبعا الماوس بيتحول لشكل القطارة دي، واضغط مرة واحدة فبيزيل اللون الاخضر كله، ولكن في بعض حواف اللون الاخضر هنا ظاهرة معايا. هنا في عندي 3 ارقام في هنا في المنطقة دي كده، بتبدأ تتحكم فيهم بالزيادة والنقصان الى ان يزول اللون الاخضر ده هنا وهنا بالزيادة والنقصان الى ان يختفي اللون الاخضر لو انت عاوزه يختفي، تمام. واهمهم المنطقه اللي تحت خلاص دي كده بتزول معانا، اهو بيختفي خلاص، اختفى اللون الاخضر تقريبا. لو زودت اكتر وكده بيختفي اكتر. المهم يعني ده اللوجو اللي معانا عاوزينه، بس هو حتى الان مش شفاف. انا ممكن طبعا احدده كده، ماشي، واحرك ده مثلا، لنفترض ان ده اللوجو ولكنه مش شفاف اهو، يعني مغطي اللي تحته. طيب نعمله شفاف ازاي؟ وانا محدده كده اروح برضو على فيديو افكتس، وهروح على ترانسبيرنسي، ومش هختار باك جراوند دي، في هنا كاستم ترانسبيرنسي، يعني شفافية مخصصة او تخصيص الشفافية، حاجة زي كده يعني. اضغط عليها، ماشي، فبيضيف لي طبعا تأثير جديد اهوت. اضغط اوكي، ماشي. الرقم اللي هو 100% ده يعني ما فيش شفافية خالص، ماشي. تبدأ تعمل له انقاص من هنا كده من السهم ده، ولاحظ ايه اللي بيحصل وانا بعمل انقاص. انا بضغط، بص على كلمة ابراهيم كده اللي مكتوبة، طبعا بيحصل لها شفافية واللي تحتها بيظهر اللي هو الفيديو، ولما نحرك الفيديو نشغله فهيظهر طبعا بصورة اوضح من كده. من هنا بالزيادة والنقصان في الرقم ده هو اللي بيتحكم في درجة الشفافية. طبعا بعد كده بتحرك اللوجو ده، بتضيفه في المكان اللي انت يعني المراد. خلينا مثلا هنضيفه هنا عشان نلاحظ الحركة، وبعد كده هروح لبروجكت واختار بريفيو سكان عشان اشوف العرض بتاعي هيكون شكله ايه.
طبعا الفيديو هيبدأ يتحرك، وكمان الكلمة اللي هي اللوجو بتاعنا انا حطيتها في المكان ده لان في حركة هنا ماشي، بيبدأ طبعا يعني الكلام واضح من خلف اللوجو اللي عملناه. دي المعلومة البسيطة اللي حاولت اشارك بيها في الفيديو الحالي، يا رب تكون يعني اكون وفقت في عرض المعلومة، اكون وفقت في شرحها قدر الامكان. ادعمونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، ايضا ادعمونا بلايك وكومنت، لو في استفسار اكتبه في التعليقات، بنتابع كل التعليقات وبنحاول نتواصل معها كلها. كمان دعما لنا مهم للغاية، تعمل شير للفيديوهات لان ده يعني بيدعمنا كثيرا. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، والى لقاء قريب. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.